دبابات إسرائيلية تتوغل بشمال خان يونس وتل أبيب تتحدث عن مرحلة جديدة في غزة. طائرة مسيرة تستهدف قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر بريف دير الزور شرقي سوريا. الحكومة السورية تواصل حصارها لحي الشيخ مقصود بحلب وتحذيرات من توقف مستشفى أفرين. قتلى وجرحى باقتتال داخلي بين فصائل الاحتلال التركي في مدينة تل أبيض شمالي سوريا. برنامج الأغذية العالمي ينهي برنامج مساعداته الغذائية بجميع أنحاء سوريا مطلع العام المقبل. الحكومة البريطانية تندد بهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر وتحمل إيران المسؤولية. نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام تواصل الاحتجاج داخل السجن ضد السلطات الإيرانية.